السلام عليكم ومرحبا بكم. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بالصحه والسلامه دائما يا رب وبتحقيق الامنيات. اليوم غادي نعطيكم اقتراح للفول. بزاف منا كيكون عندنا الفول وما كنعرفوش نديرو اش نديرو به. بزاف منا كنقيوه وكنحتفظوا به في الثلاجه. بزاف منا ما كنعرفوش الفوائد ديال القشره ديالو. شحال من واحد ما كيعرفش الزعلوك ديال الفول، يعني غير كنقيو، خصوصا الا كان فول اللي كيكون طري بحال هذا وبيو، يعني بلا دواء. اكيد ما غاديش نسخاو اننا نلوحو ديك الجلده ديالو اللي كتكون صراحه صحيه وكتكون زوينه. هنا البنات كنحاول انني نقي الفوله اللي كتكون يعني غليظه او كتكون عامره بالحبه ديال الفول وكتكون الجلده ديالها يعني باقا صغيره، باقا نقيه، باقي فيها داك الزغب او الشوك كيف ما كنقولوا حنا. كنحاول انني نحيد ديك الحبه اللي كتكون غليظه، وفي نفس الوقت كننقي ديك الحبه ديال الفول. كنحاول انني نحيد ليها الخيوطه من الجناب هكا كيف ما كتشوفوا البنات، دوك الخيوطه من الجناب، ونحيد لي هذوك الحبات نحتفظ بهم في جنب، وفي الجنب الاخر كنحاول انني نحتفظ بديك الجلده ما كنلوحهاش نهائيا. كنقطعها كيف ما قلت لكم البنات، يعني كنقطعها وكنقادها باش ندير بها ان شاء الله واحد الوجبه ديال غداء او عشاء او مقبلات بحال هكا دافيين كيجيو زوينين. بالنسبه للبنات الفول كيف ما قلت لكم اغلبيه كنحاولوا اننا كنقادوه، كنحيدوا غير ديك الحب الوسطانيه صافي وكنلوحوه. غير ديروا هذه الوجبه اللي غنعطيكم اليوم واكيد غادي تعجبكم. شحال من واحد كيعرفها وشحال من واحد ما كيعرفهاش. بالنسبه للبنات دوك الفولات اللي كيكونوا صغيورين، يعني كيكونوا انا غادي نقلب عليهم دابا باش نوريهم لكم. هذوك فولات البنات كنديرهم بالليلهم، يعني كلهم ما كنحيدو منهم الحب لا حتى شي حاجه، لان الحبه اللي كتكون الوسط ديالهم كتكون صغيره بزاف، يعني ها نتوما صغيره بزاف. هادو كنديرهم هكا، اكيد كنغسلو مزيان وغنديرو في شي كسكاس اللي كيفور. علاش انا قلت لكم هاد الوجبه اللي كنديرو؟ لان شحال واحد ما كيعرفهاش. باش انا عرفت البنات شحال واحد ما كيعرفهاش، بان الزوج ديالي نهائيا ما كانش كيعرف بان كاينه هاد الوجبه ديال الفول. كان كيعرف الفول انه كدار غير في الكسكس او كيتشكل بحال هكا كيف ما كنقولوا حنا، طيب وهاري بالمعنى ديالنا اللي كنقول بحال هكا. نهائيا ما كانش كيعرف بان كاينه هاد الوجبه ديال الفول، وقلت علاش لا ما نقتسمهاش مع البنات، اكيد غيكون شحال من واحد ما كيعرفهاش. وفعلا البنات كتجي بنينه وكتجي لذيذه وصحيه بزاف. هنا بعد ما خيطت هذوك الحبات، هاد الجلفه اوكي كنقولوا الجلده او كنقول هذاك يعني ديال الفول، هذاك ما كنلوحوش، كنحاول انني نقرضوها نتوما البنات، يعني كنقرض واحد الكميه اللي كتكون مهمه وبالنسبه لي كتكون صغيره اللي قلت لكم، يعني كنخليها هكاك بالحبه ديالها وكنديرهم في هذا الكسكس اللي كيكون ديال الكوكوط اللي كيفوروا، يعني يفورها لينا دغيا، ما غاديش ياخذ لينا واحد الوقت اللي غادي يكون يعني كثير. صافي غادي نحاول بحال هكذا حتى نحاول انني نكمل هاد الفولات كاملين. كيف ما قلت لكم البنات راه ماشي كاينه غير واحد الوجبه ديال الفول اللي كنحتفظوا عليه في الثلاجه صافي، كاينه هاد الوجبه اللي كتجي لذيذه بزاف بزاف وشحال ديال الناس ما كيعرفوهاش. بالنسبه لهاد الجلده اللي وريتكم دابا، هذه كتكون يعني كبيره او بالمعنى ديال شافه، يعني ما نديروهاش، ما كتجيناش لذيذه نهائيا وما كطيبش لينا يعني دغيا. كنحاولوا اننا ناخذوا دوك الصغيورين اللي كيكون فيهم الحب كبير وميم طو كيكونوا يعني باقيين زوينين، الجلده ديالها كتكون زوينه. انا البنات كنحاول انني غنقيهم كاملين. بالنسبه لهذه غادي نديرها بكل شيء اللي ليها، لان في هذوك الحبات غير صغيورين، هذوك من الاحسن اننا نستافدوا فيهم. اشنو اللي نخليو بحال هادو اللي غنخلي دابا؟ ها نتوما البنات هادو اللي كيكونوا في الراس يعني كيكونوا كبار، هادو هما اللي كنحيدو. ها نتوما غادي نحتفظ عليهم نتوما في بلاصه اخرى، وغادي نوريكم كيفاش كندير الطريقه ديال الفول باش كنحتفظ عليه في الفريكو باش ملي نجبدو اكيد كيبقى لينا بهذاك اللون ديالو. صافي غادي نبقى بحال هكذا البنات. كنتمنى صراحه لا فيديو ديال اليوم يعجبكم اكيد، وكنتمنى انكم ما تنساوش باللي لايك ديالكم وبتعليقكم وبالبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعمل فائده على الجميع. وانا البنات يعني غنبقى بحال هكا كنستمر حتى غنسالي دوك الحبات اللي عندي كاملين، خصوصا انه صراحه بيو بيو، يعني بيو هي بلا دواء، طبيعي جدا ما فيه لا دواء لا حتى شي حاجه. اكيد خصنا نستافدوا من ديك الجلده اللي كتكون ديالو، خصوصا كتكون يعني باقا فتيه كيف ما كنقولوا او باقا صغيره كتكون زوينه. هنا خديت واحد الكوكوط اللي درت فيها الماء، وغادي نحاول انا ندير هذا الكسكس اللي معروف ديال الكوكوط، راه معروف، غادي ندير فيه داك الفول كله. ضروري البنات غسلوه وخلوه يتسقطر على خاطرو، انا غادي نديرو كله وغادي نخليه يعني فور ليا تيفور على خاطرو. من بعد ما فار خديت واحد الكميه منه، غير كميه فقط ماشي كله، الاخرى غادي نوريكم واش غندير. بعد ما فار غيبان لكم البنات بانه فار بزاف، يعني كيطيب بحال الزبده، كيولي فتي، يعني كنشوفوا الجلده كنشوفوا الحبات كيجيونا انهم فتيين طيبين بزاف. خديت هنا واحد كوكوط، يمكن لكم تستعملوا حتى المقله ماشي ضروري، المهم الكميه كتبقى على حسب الافراد الاسره شحال غتاكلوا. تقدروا ديروا غير واحد الكميه اللي غتاكلوا ديك الساعه. هنا غندير واحد شويه ديال التحميره اللي هو الفلفل الاحمر،
وغادي ندير شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير. هنا غادي ندير واحد شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير كيف ما قلت لكم البنات، زيت العود، ديروا زيت العود كيجي زوين، شويه ديال الثومه، شويه ديال القزبر والمعدنوس، واحد الملعقه ديال مطيشه الحك. هذيك بالنسبه لمطيشه الحك، الا بغيتو ديروا مطيشه اللي عاديه، يعني مطيشه اللي كتكون طبيعيه، استعملوا حك غير وحيده ديروها باش تخطروا لكم بحال هكذا، انه هو كيجي بحال شكل زعلوك وديال الفول. يعني البنات بغيت نشارك معكم انا هذه الطريقه، لان كيف ما قلت لكم انا من انني شفت الزوج ديالي يعني ما كانش كيعرف نهائيا هذه الوجبه واش كاينه، كان كيحسب له ان الفول كيدغي في الكسكسو. يعني قلتها لكم داكشي علاش قلت اكيد خاص نشاركوا مع البنات، غيكونوا بزاف ديال الناس ما كيعرفوهاش، ولكن البنات غير جربوها كتجي رائعه. بالنسبه للثوم، عندي الثوم اللي معجونه والثوم البودره، استعملوا اي ثوم عندكم، خصوصا اللي كانت فريشك من الاحسن. هاد المعجونه راه كنت صاوبتها معكم قبل، صراحه راه باقا مزيانه، يعني احتفظ عليها بعض الطريقه، دغيا دغيا كنجبدها، دغيا دغيا كنديرها ومن الاحسن. صافي البنات، بالنسبه هنا ما غنديروا لا مرقه لا حتى حاجه، لا ما لا والو، غادي غير نحاولوا اننا نخلطوا دوك العناصر مع الفول مزيان ونقليوهم ونديوهم نجيبوهم حتى يتشربوا، ونديروا واحد الحويجه حامضه صغيره غير شي شويه. بغيتوا تستعملوا الزيتون حتى هو خضر اكيد يكون ديال الدار، من الاحسن ديروا شويه، كيبقى لكم الاختيار. وكتجي كيف ما قلت لكم واحد الوجبه، هنا غندير مليحه على حسب الذوق، واحد الوجبه اللي رائعه ودافيه، او بحال كنقدموهم يعني مع شي حاجه. صراحه البنات غير استفدوا منها وخذوا المنافع ديال الفول وديال الجلفه ديالو، والله البنات الا بنينه ما تشبعوش منها نهائيا، كتجي صراحه معلكه ومع فيها ديك شويه ديال الحموضه يعني ديال الحامض، كتجي بنينه بزاف. بغيتو تستعملوا الحامض مصير حتى هو ماشي مشكله البنات، ديروا الحامض مصير حتى هو كيجي به زوين. هنا غندير واحد الملعقه ديال مطيشه الحك، يعني المطيشه اللي كتكون مصبره. كيف ما قلت لكم البنات، بغيتو ديروا مطيشه اللي كتكون باقا خضراء استعملوها، ماشي مشكل، ديروا هي غير وحيده حكوها صافي، غير باش تلق لينا ديك الحموضه تما، كتجي بنينه بزاف. بغيتو تستعملوا مطيشه اللي استعملت انا، استعملوها. ما بغيتيش ديروا مطيشه، ماشي ضروري ديروا مطيشه البنات نهائيا، استعملوا غير ديك العطريه. بالنسبه للكمون وزيت العود والثومه، شي حاجه اللي ضروريه اللي كيزيدوا كيلددوا لينا هاد الوجبه ديالنا، يعني كيزيدوا كيعطيو واحد اللذه زوينه. وقدموها كضيوفكم مع رفقهم لضيوفكم، ك يعني شلاضه دافئه صراحه كتستحق انها يعني ترافق، خصوصا انه كيكون طيب بزاف، كيكون البنات طيب يعني بزاف. انا غندير شويه الخزبر والمعدنوس اللي عندي مخبيه في الفريكو، ممكن لكم تستعملوا يعني الا كان طري من الاحسن. صافي غادي نبقى نصوطيهم مزيان حتى انهم نحس بهم، يعني تشربوا ليا ديك العطريه وهذا. صافي غادي نحطهم ورافقهم مع شويه ديال الحامض، يعني دغيا دغيا كتوجد البنات، ما كتكلفش لينا نهائيا شي وقت، واكيد كنستافدوا من الفوائد ديال الفول ومنافع ديالو بشي وجبات اللي يعني صحيين وساهلين، او ميمطو ساهلين وصحيين، يعني ما فيهمش شي تكلفه او شي حاجه اللي يعني كثيره او بزاف. هنا البنات يعني غنبقى ندي وجيب فيهم، غادي ندوق اكيد المليحه، غادي نشوف المليحه. وهنا كتشوفوا بانه راه طايب البنات بحال الزبده، يعني طاب، كنفوروا مزيان خصوصا اللي فورناه في داك الكسكس ديال الكوكو دغيا كيفور. صافي غادي نحطوه في الطبسيل وغنقول لكم بالصحه والراحه، ونتمنى انكم تجربوا، فعلا كيستحق التجربه. هذا هو البنات بعد ما كيطيب رافقتو مع شويه ديال الحامض، فعلا البنات كيجي لذيذ بزاف، غير صدقوني جربوه، خصوصا البنات في هاد اليوم ديال البرد، والله الا غزال بزاف كيجي بنين. نتمنى انكم تجربوا، كيستحق التجربه، وقدمتو معها شويه ديال الحامض، وكنقول لكم بالصحه والراحه. واكيد اللي ما جربتوش وذقتي ما غاديش تعرف اللذه ديالو، كيجي صراحه بنين بزاف. هنا البنات غادي نوريكم داك يعني الفول اللي بقى ليا، بقات ليا هذه الكميه، يعني هذه الكميه اللي نقيت ما شاء الله راه باقي طايب مزيان، وعطاتني واحد الكميه اللي ما شاء الله يعني كثيره بزاف. هنا داك الفول اللي تسلق كنحتفظ عليه في بلاستيكات اللي كنت خديت، بلاستيكات غذائيين. هاد البلاستيكات غذائيين البنات كيحافظوا لنا شحال حاجه، وفي نفس الوقت كان يعني كنغسلوهم وكنعاودو يعني نديروهم، صراحه زوينين وعمليين بزاف. هنا البنات غادي نحاول ندير واحد الكميه اللي تكون لا باس بها، بحال هكا جاوا عندي ضيوف يعني نرافقوا لهم هاد رافق اليوم هاد الزعلوك ديال الفول او كل واش كيقول ليه، كيجي صراحه زوين. وفي نفس الوقت غندير واحد الميكه صغيره اللي غتقدني غير انا والاسره ديالي، بحال كنرافقها مع شي يعني رافقها مع شي حاجه. هذا البنات صراحه حيله سهله وزوينه، خصوصا يجي عندكم الضيف ديال الغفله، ضروري تبغيو ديروا شي حاجه اللي تكون زوينه وكتحمر الوجه، مادام غنديروا الحماس او نديروا اللي قسم الله، كيكون عندنا بعد هذا الفول يعني نفور غير كنجبدوه كنديروه في مقيله، نديروا له العطريه اللي كنت عطيتكم قبل وشويه ديال الحامض، صافي هو واجدنا عندنا سلطه دافيه دغيا دغيا، يعني ما طلباتش لينا الوقت.
وهذا الفول الاخر اللي دهنته بشويه ديال الزيت، كندهنو بشويه ديال الزيت وكنديرو في بلاستيكه باش يحافظ لينا على اللون ديالو بعد ما نجبدو، يعني يبقى باللون ديالو. هذا هما البنات القياس اللي عطاوني، ما شاء الله عطاني واحد الكميه اللي كليناها. كنتمنى صراحه الفيديو ديالي يعجبكم وتكونوا استفدتوا. غادي نقول لكم خليتكم على خير وخليت لكم راحه، والى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله.